وقعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك لفائف البطاطس بتركات وحركات شيف حسن. وتقدري تغيري في لفائف البطاطس دي، هتعملي حشوات كتيره جدا، خدي الفكره ووظفيها لحشوات كتيره جدا. وعملنا كمان طاجن البرغل، وعملنا الفراخ بالكاري، وعملنا صينيه البطاطس بالشاورما، وعملنا شوربه المشروم، وعملنا سلطه الكولسلو بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. النهارده قررنا مع بعض نحل مشكله في البيوت المصريه كلها اللي هي البسبوسه. البسبوسه يا شيف حسن بتبوظ مني بتبوظ منك. الموضوع سهل جدا جدا، ان الفرن مش محتاج في مروحه، لكن فرن محتاج تظبطيه على درجه حراره متوسطه. لو ما عندكيش درجات، درجه حراره متوسطه. وبعد كده بتحطي ايه يا عم حسن؟ 3 كوبايات كبار من دقيق السميد مع معلقتين من جوز الهند وذره بيكنج باودر، وتقلبيهم مع بعض في وعاء على النار. بتحطي 3 ارباع كوبايه سمنه تسيحيهم، 3 ارباع كوبايه لبن تدفيهم، 3 ارباع كوبايه سكر تدوبيهم، نص كوبايه عسل تقيل، شربات تقيل بتاع الكنافه وبتاع البقلاوه، تدوبيهم مع بعض وتقلبيهم وتعجني بيهم العجينه تبقى مرمله. تجيب صينيه الفرن اللي هي بتاعت البسبوسه مقاس 28 سم، تدهنيها ماده دهنيه وبطانيه طحينه، وتفردي بيها الخليط ده وتبلي ايدك ميه وتوزعيه. تاكدي من السمك بتاع البسبوسه نص عقله صبعك، وخبطيها تخبطتين عشان يطلع منها الهواء. فرنك على درجه حراره 220 بتدخليها لمده 5 دقائق، بعد 5 دقائق بتخفضيها الى 200. على ما تستوي بترفعي كوبايتين ونص من السكر وكوبايتين ونص من الميه، تدوبيهم بره النار وترفعيهم على النار. لما يدوبوا تديهم عصير ليمونه. البسبوسه تاخد اللون الذهبي الغامق الحلو وهي طالعه سخنه، والشربات بيغلي قبل وبعد عشان تبقى عندك احلى بسبوسه في الدنيا. في الاثناء دي تقدري تتواصلي معايا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 0017، من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. قدامك البسبوسه اذا كانت ساده او البندق. البسبوسه الساده او البندق، طب الساده دي اقدر اعملها ايه تاني يا حسن؟ بنفس التكنيك تقدري تضعفي المقادير وتعملي الصاج بتاع الفرن الكبير، بعد ما تسقيه ويبرد تقدري تقطعيه على 2، تحشيه بالقشطه من جوه وتقلبيهم على بعض، او بكريمه الشوكولاته او بكريمه البندق وتقلبيه على بعض وتقطعيه سلايس، يبقى بسبوسه من تحت، قشطه من جوه او شوكولاته من جوه او برلينه من جوه اللي هي معجون البندق، وطبقه ثانيه من البسبوسه وتديها من فوق شويه ديكور قشطه. اللي هنا الشربات بتاعي جاهز اهو، بتاع الاولانيه لازم يبقى قريب للنار خالص لحد بيغلي كده، لحد ما البسبوسه تاخد اللون الذهبي الغامق. قدامك بيغلي اهو، وعندك البسبوسه بدات تخش في اللون اللي احنا عايزينه، تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. طب تعالى نعلق باللوز وبالكريس بنفس مقاديرنا اهو، قدامك اهو بكل سهوله. 3 كوبايات كبار من دقيق السميد الناعم من عند العطار او موجود في السوبر ماركت في اكياس كيلوات، ده 600 جرام يعني 3 كوبايات كبار. وطعمهم معلقتين جوز هند ناعم، وعشان اضمن انت حضرتك ينجح معاكي ربع معلقه بيكنج باودر، وقلبي الكلام ده كله مع بعض، دخليهم كلهم مع بعض. واروح جايبه ايه؟ كازارول، حاطه فيها ايه يا حسن؟ 3 ارباع كوبايه سمنه 175 جرام، و3 ارباع كوبايه لبن، وتلات ارباع كوباية سكر، ونص كوباية عسل تقيل. يعني في عسل تقيل مع الشربات مع السكر، ايوه مع كل ده تحطيه زي ما انت عايز يا جمالك. والبسبوسة في الفرن والشربات بيغلي عندي. الشربات التاني بتاع البندق بعد ما غلي كده يا عم ياسر اديله معلقة عصير ليمون. هنا ادوب السكر مع اللبن مع السمنة مع العسل التقيل كويس قوي، عشان اعمل بالكريز او اعمل بالبندق زي ما انا عايز. خطواتك، وعندي قشطه هعملها قشطه بلدي، او اعمل لها كريمه القشطه اللي هي باللبن وبالكريمه او بالقشطه واربطها بالنشا. عندك قشطه بلدي حطيها، عندك كريمه شوكولاته حطيها. المقادير سهله والتكنيك سهل وكل حاجه سهله عندك. انا عملت لك 6 افكار عشان اعد لك وازيد لك فيها، عشان يبقى ما عندكيش اي مشكله خالص في البسبوسه بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. قلنا كل العوامل النجاح بتاعتها وعوامل الفشل ما تخنهاش، عشان لو تخنت هتطلع معاكي تخينه ومش هتستمتعي بيها، وهتاخد معاكي وقت في الفرن. قدامك اهو الفرن بدا الساده بدات تلون اللي احنا عايزينه، الشربات سخن بيغلي هيقابلوا بعض على طول، وده سخن وده سخن، عشان تشوفي يعني ايه ساقي. هنسقيه اول ما تشرب الشربات بتاعها، لازم تشرب. يعني ايه تشرب يا حسن؟ يعني ناجحه. لو ما شربتش يبقى المسام مقفوله مش ناجحه خالص. اهم حاجه زي ما انت شايف هنا، 3 ارباع كوبايه اللبن و3 ارباع كوبايه السمنه و3 ارباع كوبايه السكر، لازم تدوبيهم كويس قوي مع نص
كوبايه عسل تقيل اللي هو الشربات بتاع الكنافه او البقلاوه. لازم تدوبيه كويس، تاكدي ان كل ده داب مع بعضه وما يكونش سخن. بقول لك التفاصيل برضو، ما يكونش سخن. تمام كده، قدامك اهو التفاصيل. تاكدي من كل الخليط بتاعك ده دايب. بعد ما داب كده عندي اهو، اروح جايه برضو بنفس التكنيك حطاهم على السميد وجوز الهند والبيكنج باودر وعجنه، ما بسوش، ادخل كل مقاديري دي مع بعض. تبقى خليط رملي، تبقى خليط رملي زي ما انت شايفه كده. لازم تبقى خليط رملي كده زي ما انت شايفه كده مرمل. استاذ ياسر جوه الكازرول اهو. هجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها قطرها 28 سنتي، هدهنها ماده دهنيه ومدياها ورقه زبده عشان اقلبها بكل سهوله، وكمان معلقه طحينه للتريكات والحركات والتفاصيل. واخد الخليط ده اصب جواها وتشوف هنعمل ايه دلوقتي. خطواتك كده كلها قدام. الخليط مرمل اهو يا عم ياسر، شوفوا كده ترملته. يا تفاصيلك. وبعد كده يا عم حسن قابل لي ايدي ميه، خدي بالك من التفاصيل اهو، قابل لي ايدي ميه واروح جايه موزعه الخليط بتاعي. خواطك كده كلها قدامك. والسمك اهم حاجه عشان الفرن. وزعي وزعي كل ده، واخبطي خبطتين يتساوى كله مع بعض ويطلع الهواء زي ما انت شايفه كده. وبعد كده تاكدي من السمك نص عقله صبعك، تفاصيلك كده قدامك اهو في كل حته. بعد ما اتاكدتي من السمك تخبطيها كده خبطتين، ادي السمك اهو، تخبطيها خبطتين تسويها تاني مع بعض. كل التفاصيل كده قدامك اهو. تمام، تعالى بقى نجيب الكريز بنفس التكنيك بتاع البندق، بنفس التكنيك اللوز، نبدا نعمل كل تفاصيلك وحركاتك. وبص على الفرن بتاعي، الفرن بيقول لي تفاصيله وحركاته. اتفقنا الساده لازم نقرص عليها اي بسبوسه الساده داخله قبل البندق، اقرص عليها تاخد اللون الذهبي الغامق والشربات يكونوا بيغلي عشان اطلعها واسقيها قدامي. كل الانواع هسقيها قدامي. اجيب عندي الكريز المسكر، مش الكريز الكمبوت، خدي بالك اهو. ادي الكريز المسكر احطه اهو. ادي الكريز المسكر مش كريز الكمبوت، خدي بالك عشان ينجح معاكي. وابداي رصيه على شكل عباد الشمس. خطواتك كده، اعملي واحده سنتر وابداي رصيه عشان تعملي احلى بسبوسه بالكريز. هتجيبيها من بره بقد كده بكل سهوله، تعمليها في البيت وناجحه وطعمها وضامنه ومديها سمنه بلدي وعامله كل التكنيك والحركات والتكات. وهي خارجه اجهز معلقتين سمنه بلدي، بعد ما اسقيها الشربات ابصمها بالسمنه البلدي برضو عشان بعد ما تبرد تشوف عليها السمنه البلدي من بره. خطواتك كده كلها قدامك اهو. ادي الكريز بتاعك اهو بتفاصيله وحركاتك. وبعد كده هنتاكد ان الكريز متثبت في البسبوسه عشان ايه يا عم ياسر؟ وانت بتسقي ما يخرجش بره الخليط بتاعك. خطواتك كده كلها قدامك، تأكد إن الكريز ثابت في البسبوسة، لأن بعد ما يستوي تيجي تسقيه مش متثبت هيطلع منك. فخدي بالك من التفاصيل دي. طب الكريز ده لو أنا عايز أغيره بحاجة تانية تقدري تغيريه بقراصية بمشمشية؟ آه، تقدري تحطي مكانه قراصية أو مشمشية زي ما أنت عايزة. الموضوع سهل جدا، أفكار كتيرة تمشي في كل حاجة. المقادير دي والريسيبي ده مش نازل من عند ربنا، تقدري تضيفي تشيلي زي ما أنت عايزة. خطواتك كلها قدامك كده. ابص هنا اهو على الفرن برضو يا ياسر واحنا شغالين عشان كل التكنيك يكون قدامك اهو بتفاصيلك، يا تكنيكك يا حركاتك يا تكاتك يا متعتك وانا بتفرج عليك كده. لازم ياخد اللون الذهبي الغامق. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. بعد ما خلصت كده اضغط عليهم كده اهو عشان اثبتهم. خدي بالك من التكنيك ده،
ثبتي 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 ثبتي. هطلع الساده وادخل مكانها بالكريس. خدي بالك من التفاصيل دي. تعالى بقى اعلق على اللوز على ما تكون قرصت شويه على الساده، اقرص شويه، انا عايزه لونها تبقى ذهبي غامق وشرباتي سخن بيغلي. لازم اقرص عليها في السوى عشان استمتع بطعم البسبوسه وتبقى حرفها زي ما انت شايفه مقرمشه وكريسبي عشان شويه الطحينه وقرصه السوى. فخد بالك من التفاصيل ده كده قدامك. يا جمالك يا حركتك يا تكتك. تعالى اعمل باللوز على ما دي تجهز. ادي 3 كوبايات تاني من السميط اهو الناعم من محلات العطاره او من السوبر ماركت بتتباع في اكياس كيلوات. واحده 3 كوبايات ومعلقتين من جوز الهند الناعم وذره بيكنج باودر، مش كتير بيكنج باودر، ذره، ودخليهم في بعض. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. كل التفاصيل كده قدامك، دخلوا في بعض كده. اجيب برضو وعاء اسيح فيه. ايه يا حسن؟ نفس الطريقه، احط 3/4 كوباية من اللبن ادفيها، 3/4 كوباية من السمنه. خطواتك كده كلها قدامك اهو. عودي نفسك، وسمنه بلدي انت اللي تجيبيها، احنا في الشتاء وايام البرسيم احلى سمنه بلدي اذا كانت بقري او جاموسي تستمتعي بيها. وفي نفس الوقت 3/4 كوباية سكر ونص كوبايه عسل تقيل. وادي نص كوبايه عسل تقيل اللي هو بتاع ايه، بص عليه عامل ازاي، اللي هو بتاع الكنافه وبتاع بلح الشام وبتاع البقلاوه، اللي هو 2 كوباية سكر لكوبايه ميه. قدامك التفاصيل اهو، ودوبي بقى الخليط ده كله مع بعضه. كل خليطك ده دوبيه مع بعض، والشربات جاهز وده جاهز. وبسبوسه في الفرن قدامك تاخد اللون الذهبي الغامق، اطلعها عشان اسقيها. يا جمالك يا تفاصيلك. قدامك التفاصيل قدامك اهي، لسه اللي بالبندق ما خدتش اللون الساده اهو. ادوب ده كويس، ادوب 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 ادوب. واتاكد ان اللبن دفي مع السمنه مع السكر داب معاه مع العسل التقيل كويس قوي، ما تستعجليش. كل خطواتك كده قدامك اهو. وبعد كده هعجن دي على ما ده يدفى مع بعض. هجيب برضو الصينيه بتاعتي اللي قطرها 28 سنتي بتاع البسبوسه، واديها ماده دهنيه سمنه وبطنها طحينه، ومديها ورق زبده. ليه حسن؟ عشان اقلبها بكل سهوله. تعالى كده كل التكنيك قدامك والتفاصيل قدامك. وبعد كده افردها واعمل عليها اللوز، وتعالى بعد كده نشوف هنعمل ايه في اللي في الفرن. ابص على الفرن الاول قبل ما اعجن دي، لسه محتاج سنه وشرباتي يكون سخن. كل التفاصيل قدامك اهو. تعالى حط الخليط ده اللي هو اللبن الدافي والسمنه السايحه والسكر الدايب والعسل التقيل. تعالى بص عامل ازاي، هو ده التريكات والحركات والتفاصيل. وتعالى نعجنهم مع بعض، مش تبسيهم، نعجنهم مع بعض. دخل كل حاجتك مع بعض كده، تبقى الخليط رملي كرامبل. دخل كل مقاديرك مع بعض، وتأكد ان كل الخليط السائل راح مع الخليط الناشف. اروح جايه واخد الخليط ده اهو، حطاه في الصينيه وتشوفه مرمل ازاي يا عم ياسر. ترملتك قدامك اهو، قدامك التفاصيل اهي، قدامك اهو كل التريكات والحركات. هتبل ايدك ميه واحدة واحدة كده، بلي ايدك ميه ووزعي الخليط ده كله سمك واحد، واخبطي خبطتين عشان ما يكونش معيش، يعني يكون في هوا. خبطتين كده اهو من كل حتة، وتأكدي من السمك في كل حتة، نص عقلة صبعك. وبعد كده تسويه تاني. قدامك التفاصيل اهو. وعندك اللوز بتاعك. اللوز هنعمله ازاي يا حسن؟ جبت اللوز حطيته في ميه سخنه بتغلي لمده 5 دقايق، وطلعته حطيته في ميه بتلج وقشرت من عليه القشره بتاعته. بص عليه كده يا ياسر، ادي اللوز متقشر اهو. عملته ازاي؟ جبت اللوز اللي انا اشتريته حطيته في ميه سخنه بتغلي لمده 5 دقايق، وبعد كده حطيته في ميه بتلج، شلت من عليه القشره، طلع عندي زي ما انت شايفه.
تعالى ناخد اللوز بتاعي ونبدأ نرصه برضو بنفس الطريقة اهو. كل التفاصيل كده عندك، ترصيه زي ما انت شايفة كده بمزاج وبروقان، وتثبتيه كويس عشان ما يخرجش لما تيجي تسقيه بالشربات بعد السوى. تثبتيه كويس قدامك اهو. عايزة تحطي اللوز بتاعك بإيه؟ بالقشر زي ما انت عايزة، بس هو حلاوته انك تحطيه من غير قشر كده، مية سخنة بتغلي 5 دقايق وبعد كده مية بتلج، هتمسكيه كده يروح طالع القشرة بتاعته على طول بكل سهولة. البسبوسة اللي في الفرن بعد ما اخلص ده هسقيها بالشربات يا ياسر عشان تشوف هتشرب معانا ازاي، والشربات يكون سخن بيغلي عشان تستمتعي بأحلى بسبوسة سادة، وتقدري بعد ما تبرد تحشيها من جوه قشطة أو كريمة بندق أو كريمة شوكولاتة زي ما أنت عايز. تفاصيلك كده كلها قدامك. وبعدين نجيب عكسي كده اهو، نطلع شويه قدام كده ونعمل الصف الثاني. خطواتك كده كلها واحده واحده كده قدامك اهو، كله زي قرص الشمس. وتثبتي اللوز او البندق او الكريس كويس عشان بعد السوى ما يخرجش بره عندك تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. المشكله بتاعه البسبوسه في البيوت المصريه كلها والاسئله اللي بتجيلي، البسبوسه بتبوظ مني. حضرتك مقاديرها سهله جدا جدا جدا، تقدري تعمليها بكل سهوله. 3 كوبايات من دقيق السميد الناعم موجود عند العطار اللي جنبك او السوبر ماركت بتبيع اكياس كيلوات، هتاخدي منه 600 جرام يعني 3 كوبايات كبار، هتديله معلقتين جوز هند ناعم، هتديله ذره بسيطه من البيكنج باودر عشان يساعدك على المسام. بعد كده بتحط 3/4 كوباية سمنة تسيحيها، 3/4 كوباية لبن بتدفيه، 3/4 كوباية من السكر تدوبيهم، 1/2 كوباية شربات تقيل، وبعد كده بتبدأي تعملي ايه؟ تدوبيهم مع بعض وتضيفيهم على الخليط السابق وتقلبيهم يبقى مرمل، تفرديهم في صينية قطر 28 سنتي تكون مدهونة مادة دهنية ومتبطنة طحينة، وبعد كده تسويهم بإيديكي بالمية وتتأكدي من السمك، وتدخليهم الفرن على درجة حرارة 220 لمدة 5 دقائق، بعد 5 دقائق بتخفضيها إلى 200 وتسيبيها 25 دقيقة، في الأثناء دي بتحط 2.5 كوباية من المية على 2.5 كوباية من السكر تدوبيهم كويس بره النار، وبعد كده بترفعي الخفق عليه. تعال نثبت بقى ده كده عشان ما يخرجش وأنا بسوي. لازم تثبتي المكسرات أو الكريز كده زي ما أنت شايف كده قدامك. تعال بقى، ده عندي الكريز وعندي اللوز، احتار واختار. قدامك التفاصيل اهو، قدامك احتار واختار بين ده وبين ده. عندي الشربات بتاعي سخن بيغلي، يا تفاصيلك. عندي الشربات بتاعي سخن بيغلي، وعندي الصاج بتاعه. تعالى كده بص التفاصيل والحركات والتكات. تعالى الشرب، الشربات بيشوف عليه بيغلي اهو. بص بص على الشربات بيغلي ازاي، الشربات بيغلي قدامك اهو. تمام تمام، خده كده وروح. هو ده التفاصيل. يا تفاصيله وحركاته وتكاته. تاخد نفسها وتشرب، تاخد نفسها وتشرب، تاخد نفسها وتشرب، تاخد نفسها وتشرب. قدامك التكنيك كله اهو، قدامك التكنيك وهي بتشرب اهو. الله ينور الله ينور، وهي بتشرب قدامك التفاصيل خالص، مش محتاجه اكتر من كده. يا جمال وحركاته عم شريف، يا تفاصيلك. تاخد وقتها تشرب خالص زي ما انت شايفه كده قدامك. تعال اما نشوف البندق برضو اخباره ايه، لازم نقرص عليها. في السوى كويس قوي، وهدخل الاثنين بعد ما دي تستوي خالص، هدخل الكريز واللوز زي ما انت شايف. فاضلك هنعمل ايه؟ الشوكولاته. تجيب الحرف ده لو هي مايله عندك كده اهو، تعدليها عشان تبقى متساويه كلها وهي بتشرب، لان الصاج مايل فلازم تيجي تظبطيها عشان ما تشربش من حته وتسيب حته. تفاصيلك كده كلها قدامك اهو، يا تكنيكك يا حركاتك يا تفاصيلك يا عم ياسر. يبقى البسبوسه سهله جدا بكل مقاديرها بكل حركاتها بكل تكنيك. عملنا ايه؟ دخلنا اول حاجه 3 كوبايات من السميد، معلقتين من جوز الهند، ذره بيكنج باودر، قلبناهم مع بعض
في كزرلة على النار، حطيت ثلاث ارباع كوبايه لبن دفيته، ثلاث ارباع كوبايه سمنه سيحتها، بعد كده عملت ايه كمان يا عم حسن؟ حطيت عليهم كمان ثلاث ارباع كوبايه سكر دوبتهم ونص كوبايه شربات تقيل، وعجنتهم وفردتهم في صينيه قطرها 28 سم، دهنتها بماده دهنيه وبطنتها بالطحينه وفردتها بسمك نص سم، واتاكدت من الكلام ده. اديها بقى لوز، اديها بندق، اديها كريز، بعد ما تطلع اديها قشطه، بعد ما تطلع اديها شوكولاته زي ما انت عايز. تعالى اما نشوف هنا الفرن جاهز برضو للوز والكريز. اهم حاجه خمس دقائق على درجه حراره 220، بعد خمس دقائق بتخفضيها ل 200، بتعلقي على كوبايتين ونص من السكر وكوبايتين ونص من الميه، تدوبيهم يغلوا، تديهم عصير ليمونه، الشربات يبقى سخن والبسبوسه طالعه سخنه قبله، بعد التريكات والحركات لها ناسها، انتظروني.